حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، بعد التحية. طبعا خلال يعني استقبال الرئيس المصري اليوم لكم، يؤكد طبعا أكد يعني خلال هذا اللقاء على أهمية دعم التواصل البرلماني. سيد العسومي، اليوم ما هو دوركم أنتم كبرلمانيين، وما هو دور المؤتمر اليوم في تعزيز هذه الرؤية وإيجادها؟ شكرا أختي العزيزة. طبعا استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لوفد البرلمان العربي ورئاسة البرلمانات العربية بحضور رئاسة البرلمانات العربية، أكد طبعا فخامتها على دعم كل الجهود البرلمانية العربية في تعزيز تواجدها في المشاركات الإقليمية والدولية. طبعا كما أكد فخامتها دعم جمهورية مصر العربية الكامل، وقوفها مع البرلمان العربي في جهوده في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية اللي تعتبر جناحا مكملا للدبلوماسية الرسمية، وهي دبلوماسية مهمة. طبعا كما أشاد فخامتها بالمؤتمر الرابع البرلمان العربي ورأس البرلمانات والمجالس العربية، والوثيقة التي خرجت بها خلال الاجتماعات التي استضافتها القاهرة طبعا، والتي سيتم رفعها للقائد العرب في القمة العربية المقبلة. طبعا أكد فخامتها كذلك خلال اللقاء أهمية الأصوات العربية والصوت العربي الواحد في الدفاع عن القضايا العربية العادلة، وأن يكون الصوت البرلماني العربي موجود بقوة. طبعا احنا كبرلمان عربي نقدر كثيرا للزعماء العرب الذين يحملون هم الأمة على رأسهم، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي يحرص دائما على أن تكون مملكة البحرين حاضرة في المساعي والخطوات العربية الداعمة للعمل العربي المشترك. في جلالة الملك خير من يدعم العمل العربي المشترك، ونحن في المحافل الدولية في المؤسسات اللي احنا الرئاسة الدولية دائما نترجم توجيهات جلالة الملك حفظ الله ورعاه أن تكون مملكة البحرين خير داعم للعمل العربي المشترك. فطبعا البرلمان العربي يحرص دائما أن تكون البرلمانية العربية حاضرة ومؤثرة وقوية في الدفاع عن القضايا العربية بشتى أنواعها، في الدفاع عن الدول العربية. نعلم بأن الدول العربية مستهدفة في كثير من الملفات، لذلك لدينا استراتيجية عربية مهمة في التصدي لكل استهدافات، على رأسها استهداف واستغلال ملف حقوق الإنسان الذي يتم استهداف الكثير من الدول العربية وابتزازها للحصول على مقدرات الشعوب العربية. فالبرلمان العربي دائما لديه تواجد، وإن شاء الله من خلال الخطط والاستراتيجيات اللي وضعها البرلمان العربي سيكون الصوت العربي واضح. نعم، كنت معنا من القاهرة سعادة السيد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.